أقول لكم روتيني في رمضان شنو أسوي قبل الفطور من تمارين رياضية. السايد الرياضي في حياتكم في رمضان راح أصور لكم إياه، الشيء اللي أنا أتابعه صار لي سنين قبل الفطور وبعد الفطور. اليوم قررت أصور، الحين عندي كلاس كيك بوكسينج بقيادة الكابتن الماستر إسماعيل رضوان في اللجنة الأولمبية اللي هي خلف نادي المعاقين في حولنا. نتمرن إحنا 3 أيام بالأسبوع، السبت واثنين واربعة، من الساعة 4:30 للساعة 5:30، يعني يدوبك على ما تطلع. والطريق ترد بيك، كنت أخذ لك شاور ولا عذب، أكلت تمرتك وأكلت فطورك وأمورك طيبة وكذي يكون نزلت وزنك وزدت لياقتك البدنية وقوة جسمك وسرك. هذا الشيء صورت لك، أودي في الكارديو أقعد كارديو لأن عندي إصابة ما أقدر أسخن معهم داخل هرولة ريلي، إصابة الريل عندي شايدة. فأوريكم الحين هذا الكابتن إسماعيل رضوان الماستر.